ألا ترى معي أنها أفضل عناية وأفضل ولاية وأفضل رعاية تكفل بها الولي الوكيل؟ فانظر إلى نفسك، أنت لا تشعر ولا تدري، تعلم أنك تتنفس وحسب، وتخاف أن ينقطع عنك النفس، ولكن لا تعلم كيف يسري هذا النفس في جسدك. لعلك عند سماعك قولي هذا تجد في نفسك حاجة لحمد الله وشكره، فاشكر المولى فإنه مجيب لك قبل أن تسأل، ويقابل مسألة السائلين بالإسعاف ودعاء الداعين بالإجابة وضرورة المضطرين بالكفاية، بل إنه كما رأيت ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء، فدبر أسباب كفاية الحاجات ويسر لها الأدوات والآلات، فصمدت إليه الحوائج وقصدت إليه الرغائب، انتهت إليه نهايات السؤدد والمهمات، وتفرد بالولاية والنصر. فكان النصر من عند الله، تباركت أسماؤه الحسنى وتقدست ذاته العليا. فالشمس لولا الحسيب ما طلعت، والأرض لولا الوكيل لم تدري، فإن تكن للضياء منتظرا أو كنت في حاجة إلى الثمر، فكل شيء كافيه خالقه عن كل شيء بحكمة القدر. سبحانك، ما أعظم حكمتك وما أحكم أمرك، أنت من جعل الإنسان مستودع المعرفة ومخزن الأمانة ومشاهدا لملكوت السماوات والأرض، فأي ود من الودود يتجلى، وأي حب من الرؤوف يظهر في كل مظهر ويتجلى. فقم معي إلى مشاهدة آثار التجلي وقل: سبحان من سبقت رحمته غضبه، وسبحان من قسم الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا منها على الأرض، فيه يتراحم العباد، وبه تعطف الأم على ولدها، وادخر سبحانه 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا رب العالمين. اللهم احرسني بعينيك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي. إلهي أنت ربي وأنت خالقي وأنت رجائي، فكم نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا ولم يفضحني. اجعلني يا رب من أهل طاعتك، ووفقني لعبادتك، وأدخلني في جنتك يا رب العالمين. Oh.